الاستثمار في الاقتصاد المصري. انت حضرتك شايف ليه الشركات الامريكيه حجم على الاستثمار في مصر؟ اولا خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه والشفافيه. طيب شايفين ان في حرب قويه جدا اقتصاديه شرسه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين الصين، وداخله معاها روسيا وبعض الدول الاخرى. تمام طيب. ده بيحارب ده على ايه؟ على تواجد المستثمر عنده. انا مش عايز المستثمر الامريكاني الا في ارضي. تمام طيب. والصيني نفس القصه، انا مش عايز مستثمر صيني الا في ارضي. فبالتالي هنا في حرب على تواجد المستثمر، هيبقى عندي ولا عندك. تمام طيب. ولكن في النص النهارده نقول حته كده حياديه شويه، اللي هي ايه؟ تعالى عندي وانت تكسب اكتر. تمام طيب. هي دي اللي احنا بنحاول نقدمها، دي الحاجه اللي احنا بنوريها للعالم. انا عندي العائد على الاستثمار النهارده مرتفع وعالي جدا. هل احنا في الحته دي مع الصين وروسيا؟ لا ما افلحناش مع الامريكان. انت بتنافس، بس خلي بالك حاجه، الفتره دي انت مع مين فيهم؟ انت مع انهي تيار؟ انت مع التيار النهارده الراس مالي المتوحش زي امريكا وتويتات ترامب في تصريحاته كل شويه، ولا النهارده مع النظام الجديد اللي احنا مش عارفين هويته الاقتصاديه شكلها عامله ازاي، اللي هي الصين واصدقائها والتجمعات التقاطعيه بتاعتها الجديده. لغايه النهارده دي هويه اقتصاديه جديده محدش عارف شكلها عامله ايه، ولا اشتراكيه ولا راسماليه ولا اي حاجه خالص، هو نموذج لسه هيترجم نفسه قدام. انت هنا بالتوازن مع هنا، ولكن اللعب في الاقتصاد الفتره الجايه عايز النهارده تخش بقلب قوي. انا ارض صلبه، الارض الصلبه بتاعت ايه؟ تعالى عندي هديك ضماناتك وهتحقق عندي اعلى العوائد. اي مستثمر بقى يفكر يجي لك. تمام؟ ولكن خلينا نقول النهارده، هل الرئيس النهارده كان على مستوى الزياره؟ الرئيس على مستوى الزياره، ولكن القائمين على الملف الاقتصادي ما كانوش على مستوى الزياره دي، ولا على مستوى الاعداد للزياره دي، لسبب واحد بس. كان المفروض النهارده الرئيس في القعده بتاعته توقعات ويزيل اي عقبات، وفي وراه جيش جرار باك اوفيس بيحضر للزياره دي. هو تسريحات كبيره جدا، يعني السيد الرئيس يجتمع بقوه الشركات الامريكيه ويوعد بتذليل العقبات امام استثماراتهم في مصر. تمام. لا ده لازم يبقى في ورقه عمل النهارده محطوطه سبقني قبلها بسنه، مش امبارح ولا اول امبارح، ويعرضوا خريطه مصر كلها الاستثماريه والاقتصاديه كلها على كبرى الشركات اللي هناك. لكل رئيس مجلس اداره الشركه عرض الموضوع على المستشارين بتوعه، ابدوا استعدادهم او تعديلات او الرفض. يبتدوا النهارده بعد كده واحد يجي النهارده من المسؤولين الكبار زي حامل الترك الابواب، زي وزير الاستثمار، زي اي ما يكون المستوى الرفيع من الوزراء، يبتدي يقعد معاهم، يبتدي يحدد الاماكن اللي هيتم الاستثمار فيها والتدفقات النقديه فيها، او على الاقل زياده رؤوس الاموال فيها اذا كانت استثمارات متواجده قديمه. يعني المجموعه الاقتصاديه